بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة معلمتي. نستكمل فيديو البارحة الخاص بسنة الثالثة. فقط أعتذر عن الخطأ الذي وقع، كانت عملية في التمرين الأول، عملية طرح، وأنا أجريتها على أنجزتها على أنها عملية زائد، وشكرا لكل من نبهني. في درس الأطوال أبنائي وبالمدرسة أكيد تناولتم طريقة قياس الأطوال والوحدات التي نستعملها في قياس الأطوال. مثلا إذا أردت أن أقيس قلم مثل هذا، قلم، هل آتي مثلا بشريط القياس؟ هذا شريط قياسي أستعمله بقناتي الثانية، هذا شريط القياس المتر. هل أستعمل المتر؟ لا، أكيد أستعمل ماذا؟ أستعمل مريم المسطرة ووحدة السنتيمتر. أحسنتي، نستعمل السنتيمتر. لاحظوا معي أبنائي، هنا هذا هو السنتيمتر، من 0 إلى 1 هذا سنتيمتر، من 1 إلى 2 هذا سنتيمتر. فأقول مثلا هذا القلم طوله 9 سنتيمتر. هنا لدينا مثلا كتاب، آتي بكتاب، ها هو الكتاب. الكتاب إذا أردت قياسه ماذا بماذا أقيسه؟ أقيسه ب المسطرة، وأيضا وحدة السنتيمتر أو الديسيمتر أو الديسيمتر. هنا أقول فيه 20 سنتيمتر أو 2 ديسيمتر. أقول فيه 20 سنتيمتر أو 2 ديسيمتر. أحسنتي. الآن إذا أردت قياس مثلا جدار المنزل، إذا أردت قياس مثلا الخزانة، الثلاجة، الباب، أي شيء يكون، هل أستعمل آتي وأقيس بهذه الطريقة بسنتيمتر سنتيمتر؟ لا أكيد، لأني ربما سأقضي اليوم كله بقياس، إذن أستعمل المتر وحدة. إذن الآن نلاحظ أنه فمثلا القلم 9 سنتيمتر، قلنا الكتاب 2 ديسيمتر، والخزانة أو الثلاجة 2 متر. أصغر وحدة هي المليمتر، هذه لاحظوا أبنائي هنا، هذا أصغر جزء، هذا هو المليمتر، هذه الدرجة، هذه هي المليمتر. إذا مريم، ما هي أكبر وحدة من بين هذه القياسات؟ هي المتر. المتر هو أكبر وحدة، وهذا والديسيم، ثم الديسيمتر، ثم السنتيمتر، ثم المليمتر. ماذا نسمي الديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر؟ أجزاء المتر، هذه نسميها أجزاء المتر. نذهب ونكتب أجزاء المتر والمتر على اللوحة. الآن كاينة قاعدة ولادي، لما تحفظوها خلاص. هذه القاعدة ماذا تقول؟ نحن لدينا رتبة الأحاد، العشرات مثلا، المئات والألاف، لا يهمنا عدد الرتب. رتبة الأحاد هي التي تكون دائما في الوحدة التي ننطقها. مثلا أقول 6 متر، أين أكتب 6 متر مريم؟ هنا. أكتبيها هنا في الأعلى، 6 متر. إذن أكتب 6 متر لأنها الأحاد، وأنا نطقت بمتر، فرقم الأحاد أكتبه في الوحدة التي نطقتها مثل ما قلت. ها هي 6، هذه 6 متر. الآن لدي 732. الآن مريم سوف تكتب لنا 732 مليمتر في جدول القياسات. هيا انزلي قليلا، انزلي قليلا مريم، انزلي قليلا، به ما تجيش مع 6.
كتبت بهذه الطريقة؟ لأن الإسنان توجد في المليمتر وهي رقم الأحد. إذن أحسنت، قلنا أنه دائما رقم الأحد هو الذي يأتي في الوحدة التي ننطقها والباقي نكمله. الآن لدينا 56 ديسيمتر. نكتب الأحد في الوحدة التي نطقناها 56، نكتب 6 هنا. أحسنتي، جيدة جيدة. أكملي 45 سنتيمتر. 45 سنتيمتر، نكتب هنا 5 ونكتب هنا 4. جيدة، أحسنتي. إذن القاعدة كما قلت، أعيد ببساطة، نكتب رقم الأحد في الوحدة التي نطقناها، الوحدة اللي ننطقها نكتب فيها رقم الأحد، ونكمل كتابة العدد كاملا. بعض الأقسام وصلوا للتمارين الخاصة بترتيب أو مقارنة الأطوال، وبعض الأقسام لم يتناولوها بعد. لماذا؟ لأنه هذا قياس الأطوال يفصل فيه أكثر في الفصل الثاني. الآن نحن كي نرتب أو نقارن بين الأطوال، أيها أكبر ثم الذي يليه ثم الذي يليه، نرى الجدول. احنا عندنا أكبر مرتبة قلنا أكبر وحدة المتر، ثم الديسيمتر، سنتيمتر والمليمتر. يعني دائما نبدأ نقارنه، كما هنا لدينا 6 و5 في المتر، أيهما أطول مريم؟ الستة. إذن راح نكتب من الأكبر إلى الأصغر، 6 متر متر. إذن الطول الذي يليه مريم 56 ديسيمتر. 56 ديسيمتر. الآن بعدما أنهينا اللهنة الأكبر، شفنا الأكبر اللي في المتر، نذهب إلى الأكبر اللي في الديسيمتر. ما هو الأكبر اللي في الديسيمتر؟ 732 ميليمتر. نعم، هنا نكتب الطول الذي يليه، لدينا 732، ثم الذي يليه 45 سنتيمتر. وهكذا نكون أنهينا، عفوا سنتيمتر سنتيمتر. وهكذا نكون إن شاء الله أنهينا هذا الدرس الأول أو المراجعة الأولى لقياس الأطوال، كتابة الأطوال في الجدول. المهم الطفل يتمرن على كتابة الأطوال في الجدول. سوف أكتب لكم القاعدة ثم ترتيب الأطوال. باقي التفصيل يكون إن شاء الله في الفصل الثاني. نلتقي في فيديوهات أخرى. أقول لكم شكرا، وأشكر أيضا ابنتي مريم التي شاركتني الفيديو، وإلى اللقاء.